قوتان متساويتان في المقدار ومتلاقيتان في نقطة، ومقدار محصلتهما يساوي 8 نيوتن. وإذا عكس اتجاه أحدهما، يعني هنعكس اتجاه واحد منهم، يقف واحد يقف اثنين، فإن مقدار المحصلة هتبقى ايه؟ الجديدة محصلة واحد محصلة اثنين، هتبقى 6 نيوتن، أوجد كل من مقدار القوتين. على طول القانون بتاعنا اللي هو هنمشي عليه بتاع القوتان متساويتان، المحصلة بتساوي 2 قاف جتا ي على 2، جتا ي على 2، المحصلة بتساوي 2 قاف جتا ي على 2. إذا قاف إذا قاف جتا ي على 2 بيساوي إيه؟ هنا المحصلة كام؟ 8، يبقى بيساوي 8 على 2 بيساوي 4. طيب وفي الستة يبقى قاف برضو جتا ي على 2 بيساوي ايه؟ جتا ي على 2 التانية، الزاوية بتاعت التانية هيبقى ايه؟ لأنها معكوسة، فجتا ي على 2 هنعملها جتا 180، 180 ناقص ي، 180 ناقص ايه؟ ناقص ي، لأن احنا هنعكس، يبقى هو هتبقى س القاف واحد هتبقى كده، هنعكسها وتبقى كده، وهنا مثلا ايه قاف اتنين وليكن، فده هنا هنعكس دي على العكس. هنا المحصلة جابت لنا كام؟ 8، هنا المحصلة جابت لنا 6، فهنا هنعكس دي على دي على الناحية التانية، فيبقى 180 ناقص ي، فيبقى المحصلة هنا قاف واحد هتبقى هنا، قاف واحد هتبقى هنا، فيبقى المحصلة يبقى الزاوية هي هتبقى هنا، فالزاوية اللي هتبقى هنا هتبقى ايه؟ بناقص 180، ناخد 180 كلها ونطرح منها الي اللي هي بين القوتين، هيطلع لنا الزاوية، فكده قاف جتا 180 ناقص ي على ايه؟ على 2 بيساوي كام؟ بيساوي 6، بيساوي ايه؟ بيساوي 6، يبقى ايه؟ على 2 بيساوي 2 قاف جتا 180 ناقص ي على 2 بيساوي 6. يبقى احنا هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نقول على طول قاف جتا 180 على 2 بيساوي 6، 180 ناقص ي على 2 بيساوي 6، يبقى ال 180 هتبقى 90، يبقى جتا 90 ناقص ي على 2. جتا 180 ناقص ي على 2 يبقى جتا 90، جتا 90 ناقص ي على 2 بيساوي 6. جتا في التسعينات بتتقلب جا، تتقلب ايه؟ جا، يبقى جا جا ي على 2، جا ي على ايه؟ على 2، لو 180 هتبقى جتها زي ما هي، يبقى قاف جا ي على 2، جا ي على 2 بيساوي ايه؟ بتساوي 3 اللي هي 6. قاف ليه؟ لان هنا قاف هي المسألة هنا 2 قاف 2 قاف 2 قاف، ف2 ف2 عملناه على 6، يبقى أصبح قاف جا ي على 2 بيساوي ايه؟ 3، أول واحدة، والتانية اللي هي هناك فين؟ اللي هي بتاعت الأربعة دي التانية، دي التانية. عندنا هنا يا إما نربع المعادلتين ونجمعهم، دي برضو فكرة، يعني في كذا حاجة في الموضوع، بتربيع المعادلتين واحد واثنين ثم الجمع، هنربع الايه؟ المعادلة الأولانية، فالمعادلة الأولانية عشان نربعها هناخد كده. المعادلة الأولانية اللي هي ايه؟ اللي هي 2 قاف 2 قاف جتا، احنا الاتنين طارت خلاص علشان طرحت، يبقى قاف جتا ي على 2 جتا ي على 2 بيساوي 4، قاف جتا ي على 2 بيساوي 4، يبقى قاف تربيع، يبقى هنا تربيع، قاف تربيع جتا تربيع ي على 2 بيساوي 4 تربيع، بيساوي 4 تربيع. طيب والتانية وهنجمعهم مع بعض، التانية اللي هو قاف جا ي على 2 بيساوي 3، يبقى قاف تربيع جا تربيع ي على 2 بيساوي ايه؟ 3 تربيع. هنلاحظ هنا حاجة، طبعا احنا عندنا في المثلثات لما يقول لك جا الزاوية وجتا الزاوية، مربع جا الزاوية ومربع جتا الزاوية، لو جمعناهم مع بعض بدينا ايه؟ طبعا مربع
الجا اللي هو عبارة عن المقابل على الوتر، طب وجتا اللي هو المجاور على الوتر. فلما نربع ده ونربع ده ونجمعهم هيبقوا بيساوي الوتر، يبقى الوتر مقام وهم بسط هيطلعوا بالوتر. يبقى جا هناخد هنا عشان برضو تتوضح أكتر، هناخد هنا قاف تربيع، ها، ونفتح جا تربيع ي على 2 زائد جتا تربيع ي على 2، وجا تربيع وجتا تربيع، يبقى هنا المقابل، هنا المقابل على الوتر تربيع، تربيع هنا المقابل على الوتر تربيع، وهنا المجاور على الوتر تربيع. فلما تجمع المقابل مجاور وتربيع هيطلع الوتر تربيع، يبقى الوتر تربيع مع الوتر تربيع هيبقى واحد، يبقى دي كلها راحت واحد. يبقى قاف تربيع في جتا وجا لو خدناها مشترك، قاف 2 هنا خدناها مشترك من هنا ومن هنا، بيساوي 4 في 4 ب16 و3 في 3 ب9 يبقى ب25. يبقى هنا قاف تربيع بيساوي 25، 25 يبقى في اللحظة دي قاف بتساوي جذر التربيع إلى 25 بتساوي 5، بيساوي إيه؟ طلعناها 5 نيوتن. يبقى هما قوتين متساويتين، يبقى قاف 1 بتساوي 5 وقاف 2 برضو بتساوي إيه؟ بتساوي 5 نيوتن. برضو عندنا حل ممكن نعمل إيه؟ ممكن يعني في برضو حلول هندسيا مثلا، فلو حبينا نحلها هندسيا، هندسيا ودي آخر حاجة في الأمثلة على طول، هنرسم هنا، هنا قف 1 وهنا إيه قف 2، هنا قف 1 لما نعكسها يبقى هنا كانت محصلة 8، هنا المحصلة هتبقى إيه لما نعكسها؟ هتبقى إيه 6، المحصلة هتبقى 6، قف 2 ها فعد كده، يبقى عندنا هنا هندسيا يعني قوتان متساويتان، فح 1 وح 2 تنصف الزاوية. طبعا طالما القوتين متساويتين يبقى هنا المحصلة بتنصف الزاوية دي، والمحصلة هنا برضو هتنصف الزاوية دي، هتنصف الزاوية دي، معناه ان الزاوية دي بتساوي دي والزاوية دي بتساوي ايه؟ بتساوي دي، ده بتنصف الزاوية، يبقى ايه؟ بتنصف الزاوية. يبقى طالما بتنصف الزاوية 180، يعني الاتنين دول 90 والاتنين دول 90، يعني ما معنى ان المحصلة 2 عمودي على المحصلة 1، يبقى المحصلة 2 اللي هي دي عمودي على المحصلة ايه؟ على المحصلة 1. اذا ح واحد تربيع المحصلة الاولانية زائد ح2 تربيع المحصلة التانية بيساوي 2 ق تربيع، 2 ق تربيع، 2 ق تربيع، المحصلة الأولانية والمحصلة التانية هيساوي 2 ق تربيع، 2 ق تربيع اللي هما ايه؟ اللي هما هنمشي كده وهنمشي كده، ده المحصلة دي قف 1 اللي هي هنا وقف 2 اللي هي هنا، فأصبح ده الوتر قف اللي هي قف 1 تربيع، قف 1 2 قف 2 قاف تربيع، يعني ده تربيعه وده تربيع الاثنين مع بعضيهم هيدونا ايه؟ هيدونا الضلعين. ليه؟ لان الضلع اصبح ايه؟ المثلث اصبح قائم الزاوية، اصبح ايه؟ قائم الزاوية. فعندنا طبعا قاف 1 ب64 وقاف 2 36، قاف 2 تربيع زائد 4 قاف 2 تربيع، لان الاثنين هتبقى 4، يبقى 64 36 يبقى 100، وهنا 4 قاف تربيع يبقى 100 على 4 يساوي 25، يبقى القوة بتساوي ايه؟ 5. يبقى القوة الأولانية 5 والتانية ايه؟ والتانية 5. دي شكل هندسي بترسمه، وبتعمل الزاوية وبتعمل هنا محصلة أولى وهنا محصلة تانية، وطبعا هنا الزاوية الأولانية على قف 1 هي 1، وهنا الزاوية التانية على قف 2. وطبعا أهم حاجة إن طالما قاف هنا قاف 1 وهنا قاف 2، الزاوية دي كلها 180، والمحصلة متعامدة مع المحصلة طلعناها ايه بالحسابي. وانت ايه طالما هي المحصلة بتنصف بين قوتين وهنا بتنصف بين قوتين، يبقى 180 هتتنصف هنا 90، يبقى نص اللي هنا مع نص اللي هنا هيدينا نص 180، يبقى دي 90 بالمنطق، بالمنطق.
إلى هنا وكده خلصنا أمثلة محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة أو مسائل، وخدنا نماذج، وطبعا بعد كده نبقى ناخد الدرس اللي بعده إن شاء الله. وبالنسبة للمسائل والحاجات دي خليها في الآخر مع المراجعة. فده إذا كنت أنت حليت مسائل ومش عارف تحل مسألة على نفس الباب اللي خدناه، ابعت لي مسألة اكتبها أو حاجة، وأنا إيه نشرحها ونفهمها. إلى هنا واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.